مشاهدينا مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي شيك. كيف ما عودناكم في معظم ديال الحلقات كنقترحوا عليكم تسريحات شعر سهله. اليوم غنقترحوا عليكم جوج ديال التسريحات بسيط باش تغيروا من اللوك ديالكم. بالنسبه لفقره الصحه غنقترحوا عليكم طريقه باش تعالجوا الام وحرقه المعده. اما بالنسبه للجمال ماسك تحضروه بالبيوت ديالكم باش تخلصوا من لي بوغ الواسعين على مستوى البشره ديالكم. اما بالنسبه لنصيحه اليوم فاحنا غنتكلموا لكم على الغوكور بسيل. نبداو مع تسريحه الشعر. الرمان ماشي فقط فاكهه لذيذه وانما يمكنكم تستعملوا القشره ديالو باش تخلصوا من الام وحرقه المعده. ما عليكم الا تطحنوا القشره ديال الرمان، خلطوها مع كاس ديال الحليب وملعقه كبيره ديال العسل. شربوا هذه المكونات كل صباح وقبل ما تنعسوا. اما بالنسبه للفوائد الجماليه فاذا كنتوا كتستعملوا الحنه على مستوى الشعر قوموا بدق هذا الرمان ووضعوه مع الحنه اللي غيساعدكم على تثبيت اللون. باش تخلصوا من المسامات الواسعه على البشره ديالكم خاصه اذا كانت عندكم بشره دهنيه فحنا نقترحوا عليكم اليوم ماسك باش تحضروا في البيوت ديالكم. فقبل ما نبداو نبغي نوضح لكم ان المسامات هي عباره عن قنوات كتساعد على افراز الدهون خارج البشره. اما بالنسبه للماسك فهو كيتكون من جوج ديال الملعقتين ديال الحليب، ثلاثه ديال مكعبات الشوكولا وملعقه القرفه. قومي بتدويب هذه المكونات ووضعيهم في الثلاجه لمده 5 دقائق، ثم وضعي المكونات على البشره ديالك لمده 15 دقيقه ثم غسليه. هذه الفقره غنتكلموا لكم على الغوكور بسيل. كاين مجموعه ديال الناس كيقولوا ان هذه الاداه كتساهم في تساقط ديال الشفار. هذه فكره خطا، ما عليكم الا تقربوا هذه الاداه للجفون ديالكم وما تخليوش مسافه، ثم ضغطوا بشويه. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه الحلقه. اذا عجبتكم حلقه اليوم بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. موعدنا كيتجدد الحلقه المقبله ان شاء الله، وخليك شيك.